صباحكم خير وسعادة وفرح. أهلا بحضراتكم مشاهدي قنوات On Time Sports في كل مكان. حلقة جديدة من صباح On Time. النهاردة هنناقش وهنحلل مع بعض أبرز الموضوعات الرياضية وطبعا مباريات الأمس، مباراة مسابقة الدوري المصري الممتاز، مباراتين مهمين جدا في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية. هنناقش وهنحلل مع بعض، هكون مع حضراتكم النهاردة لمدة ساعة فقط في برنامج صباح On Time. انتظرونا وتابعونا على شاشة قنوات On Time Sports. إلى صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا، الكرم غنى وصحانا والشر هيبقى وسخانا. ابتدي معاكم مع اول موضوعاتنا النهارده بمباريات مسابقه الدوري المصري الممتاز. اتلعب 5 مباريات من الاسبوع 21، مباراه واحده مؤجله من الجوله 17 واللي جمعت ما بين النادي الاهلي والمقاولون العرب، انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-2. انتهت مباريات الجوله 21 بتعادل الحرس مع سيراميكا كليوباترا بدون اهداف، فوز الداخلية على غزل المحلة بنتيجة 2-1، فوز المصري البورسعيدي على طلائع الجيش بنتيجة 1-0، وامبارح اتعادل نادي الإسماعيلي مع فاركو بدون أهداف في استاد الإسماعيلية. هقف شوية عند النادي الإسماعيلي وهقف شوية عند التعادل اللي حصل بالأمس. الإسماعيلي بالتعادل ده بيوصل للنقطة 16 في المركز 16، متساوي معاه في نفس المركز هو نادي حرس الحدود. الإسماعيلي مع 4 مدربين حقق انتصارين فقط، رقم بشع بشع، مع 4 مدربين بيحقق انتصارين فقط وإحنا في الجولة 21. من 20 مباراة خسر 8 مباريات، وده مش هقول انه بسبب حاجة واحدة، هقول انه بسبب حاجات كتير قوي عايشينها ومستمرة ما بتتغيرش ما بتتصلحش. اخبار سلبية في اخبار سلبية بتحيط بالنادي الاسماعيلي، بقلعة الدراويش كلها، امر غير ايجابي بيمر بيه النادي الاسماعيلي ولازم يخرج من الكبوة دي، امر غير ايجابي بالمرة. ولكن وبعدين؟ هفضل كل مرة اطلع اقول كده معاكم. امبارح اللي بيتابع وبيشوف ردود افعال جماهير الاسماعيلي في المدرجات من مختلف الفئات العمرية، كلهم متواجدين ولسه عندهم امل ورايحين وبيشجعوا، حالتهم تزعل، حالتهم تزعل جدا فعلا. قد ايه الناس دي، قلت 1000 مرة الجمهور ده جاي يشجع النادي بدون اي مقابل، نحس بيه، نشعر بقيمة المشجع اللي جاي علشان يقف جنبك ويشجعك ويأزرك ولسه عنده أمل فيك كلاعب كورة بيرتدي تيشرت النادي الإسماعيلي. جمهور معتاد، جيل بيروح وجيل بيجي، جيل بيرحل وجيل بيمشي، ولكن دايما بقول أي نادي جماهيري اللاعب وحده من يستطيع أن يخلد اسمه في تاريخ النادي، يسطر اسمه بحروف من ذهب، يا هيتوكل على الله ومحدش هيفتكره، هيخرج من باب النادي ومحدش هيفتكر إن الراجل ده في يوم من الأيام ارتدى تيشرت النادي ده، النادي العريق، النادي الجماهيري، النادي المحترم.
اللي جمهوره معاه بالملايين، مهما كان مين بيلعب باسم التيشيرت ده، مهما كان مين مقصر ومين بيلعب بحمية ورجولة. وفعلا يفرق معاه كويس قوي حاجات كتيرة بقى، مش هقولك يفرق معاه فقط مكسب الإسماعيلي، يفرق معاه تاريخه منظره اسمه وتاريخه في كرة القدم عموما. لكن هقول دايما بيظل النادي الإسماعيلي اسم كبير في مصر وفي المنطقة العربية. مهما قلت ومهما تحدثت أعتقد مش هيكفي ولا هيوفي أبدا حب وعشق الجماهير في الإسماعيلية للنادي الإسماعيلي. بتمنى بتمنى إنه نادي الإسماعيلي يلحق نفسه سريعا. كبوة عدت مرحلة الكبوة، لملمة أوراق الوقت عدى، لكن هو نفق مظلم ولازم النادي الإسماعيلي يلحق يلحق ينتشل نفسه الموسم ده، الموسم ده قبل اللي حضراتكم عارفينه ما يحصل، انه لا قدر الله نلاقي النادي الإسماعيلي كنادي بيهبط او كفريق ما عادش موجود. وده بقى امر ما اعتدناش عليه وما نحبش نشوفه ومش عايزين نتخيله اصلا. يفضل لغاية الجولة 21 وهو لسه في الثلاث مراكز الأخيرة مهدد بالهبوط للقسم الثاني، اللي بقوله ده منطقي طبيعي؟ أتمنى من اللجنة المعنية لإدارة النادي ومن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حمزة الجمل، باقي نجوم الفريق بدون اسم بدون ذكر أسماء يعرفوا إنهم بيمثلوا كيان كبير وعظيم. ده الضلع الثالث في مثلث الكرة المصرية. الإسماعيلي مش أنا اللي هقول إنه فريق كبير، مش أنا اللي هقول إن عنده تاريخ كبير وكسب الدوري في ثلاث مناسبات، لعب مباراة فاصلة أكتر من مرة، كسب كأس مصر ثلاث مرات، دوري أبطال إفريقيا، لعب نهائي إفريقيا ونهائي البطولة العربية. لا، تاريخ الإسماعيلي تقيل قوي وكبير قوي. مش هاجي النهاردة لسه بتكلم على تاريخ الإسماعيلي غير عدد اللعيبة اللي خرجوا من النادي الإسماعيلي ومثلوا الكرة المصرية أجيال ورا أجيال. كابتن أبو جريشة، جيل الدراويش العظيم، سيد بازوكا، ميمي درويش، وبعده طبعا جيل الكابتن محمد حازم، بعده جيل الكابتن أحمد العجوز، حمزة الجمل، بعدين أبو جريشة والصقر وأحمد حسن وفكر الصغير وخالد بيبو، محمد بركات، جيل كسب الدوري مع سيد معوض، إسلام الشاطر، لغاية جيل نجم، نجم من النجوم اللي لحد النهارده بنفخر بإن احنا عندنا كواليتي اللاعب ده في الدوريات المصرية. عبد الله السعيد، عبد الله السعيد لما ترجع ورا كده ابن من ابناء الاسماعيلي، على تاريخه ده كله ابن من ابناء الاسماعيلي بكل ما حققه في الاسماعيليه وبعدين النادي الاهلي وبعدين بيراميدز ودخوله النادي المئة، هو ابن من ابناء الاسماعيلي بكل فخر واعتزاز. وعبد الله الشحات، مش معقوله، مش معقوله اللي انا بقوله ده، مش معقوله الاسماعيلي اللي معروف بكورته الجميلة بنقول عليه برازيل الكرة المصرية لغاية دلوقتي بيسجل 14 هدف، بس تاني أقل فريق في الدوري تسجيل الأهداف. أمر غريب محزن. أتمنى سرعة التحرك، أتمنى سرعة التنفيذ. كفاية وعود بقى، الجمهور تعب. فكرة ان انا افضل اطلع اوعد كل شوية وعشم الجمهور صعب صعب، وخلاص الجمهور عارف انه الدوري ما فاضلوش كتير على الوعود دي، على التنفيذ ده، على المخطط ده، على الخطة اللي المفروض تبقى نتيجتها ان الاسماعيلي ينتشل نفسه من النفق المظلم. مفيش وقت. اتمنى سريعا. طيب، بعد نهاية المباراة امبارح رفع فاركو رصيده للنقطة 27 في المركز الثامن،
زي ما قلنا رفع الإسماعيلي رصيده للنقطة ال 16 في المركز ال 16. طيب ده وضع النادي الإسماعيلي ووضع فريق فاركو. تعالوا نروح تصريح وتعليق ونشوف الكابتن حمزة الجمل كان تعليقه إيه ما بعد المباراة. الراجل بيقول: لست راضيا عن تعادل الإسماعيلي مع فاركو، وأعرب المدير الفني للنادي الإسماعيلي عن حزنه الشديد بعد التعادل أمام فريق فاركو. قال: اللاعبين قدموا مباراة جيدة وقاموا بتنفيذ المطلوب منهم فنيا، تمتعوا بروح قتالية عالية، ولكن هناك توفيق وعدم توفيق، لكن هم نفذوا ما طلبت منهم وكمان زيادة عليه. أهدرنا العديد من الهجمات، وعقب طرد رامي صبري مدافع فاركو دفعت بصالح جمعة وأحمد مدبولي علشان أكثف الهجوم، ولكن صادفنا عدم توفيق. كشف الكابتن حمزة الجمل عن سبب تغيير عبد الرحمن مجدي رغم تألقه في المباراة، وقال: اللاعب لعب 82 دقيقة وعمل مجهود كبير جدا رغم ابتعاده لفترة عن التدريبات، ولذلك قمت بتغييره. بيقول: على الرغم من أننا راضي عن الأداء، ولكن غير راضي عن النتيجة، خاصة أننا كنا الأقرب لتحقيق الفوز. حلوة الروح دي، يعني حلو الأمل ده، وأننا فعلا أكون شايف لعيبتي أن هم عملوا اللي عليهم. الكابتن حمزة جمل بيقول: وزيادة. ده التكتك بقى بتاع الراجل، وإحنا مش هنتدخل فيه، ده شغله واحنا مش هنقدر ان احنا نقول حاجه. لكن بنتمنى يا كابتن حمزه ان احنا نشوف ده بقى مترجم في نتائج حلوه البدايه، وانه فعلا اللعيبه تكون ملتزمه وبتنفذ الخطه او التكتيك، او شكلهم كويس في الملعب ولعبوا بروح قتاليه وعارفين قيمه التيشيرت اللي انا بتكلم عليه، ولكن محتاجين النتيجه نفسها. نروح لمشاركات بقى الأندية المصرية في البطولات الإفريقية. دخلت مرحلة الحسم ولا مجال لفقدان أي نقاط في اللي جاي. الرباعي المصري الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية الإفريقية عندهم مهمة مصيرية جدا في مواصلة المشوار. هقول عليه مشوار صعب، أو هم صعبوه على نفسهم علشان يتأهلوا للدور ربع النهائي. الحقيقة ان احنا من البداية زي ما قلت قبل كده حطينا نفسنا فيه بإرادتنا، احنا اللي فقدنا نقاط سهلة في بداية المشوار. على فكرة كنا نقدر نجمع نقاط بشكل افضل واسرع واسهل من كده، لكن خلاص نقطة ومن اول السطر. امبارح ايه اللي حصل مع فريق بيراميدز؟ مع مدربه الكبير جيمي باشيكو حقق مكسب مهم جدا خارج ملعبه على اسكو كارا التوجولي برباعية مقابل هدف، رفع رصيده للنقطة الثمانية واقترب من التأهل للدور ربع النهائي. سجل الأهداف النجم التونسي فخر الدين بن يوسف، مصطفى فتحي المتألق هدفين، وأخيرا إسلام عيسى. عايزه بما اني بتكلم عن الفوز العريض لنادي بيراميدز امبارح اقتربوا من التاهل للدور ربع النهائي، اتكلم عن واحد من اهم نجوم الكره المصريه عبر تاريخها. ومش ببالغ على فكره لو قلت ده، لان اللي عمله احمد فتحي مع كل الانديه اللي لعب ليها من انجازات وارقام جماعيه وفرديه والقاب محليه وقاريه يخليه في مصاف اللاعبين الأفضل في تاريخ الكرة المصرية في مركزه وفي سنه. عشان تلاقي لاعب دلوقتي بيلعب بالروح دي في المركز ده وفي السن ده لازم نتوقف عنده. أحمد فتحي من أول ظهوره في الفريق الأول، بصوا كنت بتكلم معاكم على إيه من شوية، على النادي الإسماعيلي عام 2001، وهو لاعب اساسي في كل الفرق اللي لعب ليها مع الجيل طبعا الذهبي للاسماعيلي واللي كسب معاهم الدوري، وبعده لعب للنادي الاهلي فتره طويله بنقول عليها الفتره الذهبيه من 2007 لغايه 2020. حقق مع النادي الاهلي كل الالقاب المحليه والقاريه، من بطوله الدوري اكتر من مره، بطوله الكاس، كاس السوبر المصري، ده غير طبعا التتويج بدوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي، والمشاركه طبعا في كاس العالم للانديه. يعني هو القاسم المشترك دايما بنقول في كل انجازات النادي الاهلي في الفتره دي. طبعا ما بينهم فتره احتراف في الدوري القطري في نادي ام صلال. تاريخ الجوكر
مع الفراعنة حدث ولا حرج، لعب وتألق مع كل المدربين من أول كابتن محسن صالح، المعلم الكابتن حسن شحاتة، صنع معاه المجد من 2006 و8 و10، وبعد كده الوصول لكأس العالم مع مستر هيكتور كوبر. أحمد فتحي بعد نهاية موسم 2020 أعلن انتقاله لنادي بيراميدز مع الفريق، سجل حضور مبهر جدا. الراجل لسه عنده حقه، حق مشروع لكل لاعب. أصبحت مسألة السن على فكرة حرفيا خانة في البطاقة، وخصوصا مع نوعية اللعيبة اللي بتكلم عليها دي زي أحمد فتحي. جه في فترة تم استبعاده، تعرض للاستبعاد من التشكيلة، وشفنا ده على فكرة في فترة مر بيها مع مستر تاكس جونس مع فريق بيراميدز. ولكن فكرة الإحباط بقى ممكن تتملك لاعب، وممكن تخلي لاعب تاني ما يفكرش فيها. هو ما فكرش فيها وما فكرش في الرحيل، وكمل لغاية ما رجع لتشكيلة الفريق الأساسية مع المدرب جيمي باشيكو، وأصبح واحد من نجوم الجبهة اليمنى اللي بقت تريد مارك باسم أحمد فتحي. بنتمنى دايما ان احنا نشوف النوعية دي كتير قوي من اللعيبة عندنا، وعندنا موجودين، بنتمنى دايما نشوفهم ونشوفهم كتير، وبنتمنى الأجيال اللي طالعة تتعلم منهم. يعني عندنا عبد الله السعيد، عندنا عبد الشافي، عندنا النوعية دي من اللعيبة كتير قوي، بنتمنى يكتروا أكتر وأكتر، والأجيال اللي طالعة تتعلم إنك يكون عندك النوع ده من الرجولة، وإنه فعلا السن بالنسبة لك يكون مجرد رقم. أروح معاكم للمباراة التانية في البطولة، أو بطولة الكونفدرالية الإفريقية. واضح إنه أسبوع جميل على الكرة المصرية بعد فوز الزمالك على الترجي، مباراة كانت ممتعة ورائعة. امبارح بيراميدز بيكسب إسكو كارا زي ما قلنا خارج مصر 4-1. كمان المفاجأة السعيدة إنه فريق فيوتشر بيفوز على الجيش الملكي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. مين اللي سجل الأهداف؟ مروان محسن من ضربة جزاء في الدقيقة 10، وبعد كده لاعب الجيش الملكي حاتم الصوابي في مرماه في الدقيقة 50، وبيرفع رصيده للنقطة الخامسة علشان تشتعل المجموعة الثالثة على تذكرتي التأهل للدور ربع النهائي. خليني أقول لحضراتكم سيناريوهات التأهل للثنائي بيراميدز وفيوتشر أيضا، برضو نستعرض معاكم كده السيناريوهات. سيناريوهات بالنسبة للتأهل هتكون كالتالي: هل ممكن نشوف فريق منهم فقط متأهل مع الجيش الملكي؟ ده أمر وارد طبعا، لكن خلينا نتكلم عن الاحتمالات بشكل عام عاملة ازاي. تأهل الثنائي: أولا بيراميدز في الصدارة برصيد 8 نقاط، وراء الجيش الملكي 7 نقاط، وبعد كده فيوتشر 5 نقاط، وأخيرا إسكو كارا نقطة وحيدة. علشان يتأهل فريق بيراميدز مع فيوتشر، مطلوب أولا أنه بيراميدز يكسب الجيش الملكي في المباراة اللي جاية على طول في المغرب. ده أكيد أمر صعب، بقول مش سهل. وارد وقتها هيبقى عنده 11 نقطة، هتبقى نقطة واحدة أمام فيوتشر تكفيه إن هو يتأهل. نفس الأمر الفريق فيوتشر يكسب إسكو كارا الماتش اللي جاي في ملعب السلام، يبقى عنده 8 نقاط، هيبقى عنده 9 نقاط، وده لازم وقتها الجيش الملكي إن هو يتعادل مع إسكو كارا في توجو علشان يوصل للثمان نقاط بس. أكيد سيناريوهات صعبة، ولكن واردة إنه مباراة بيراميدز مع فيوتشر تكون سبب في تأهل فريق وخروج الآخر، لكن خلينا نعمل اللي علينا ونكسب ونستمتع ونشوف اللي جاي إيه بالنسبة للفريقين. مشاهدينا لسه الحديث مطول، عندنا تفاصيل كتيرة هنتابعها مع حضراتكم في صباح أون تايم. فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية، انتظرونا. عودة لحضراتكم مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح أون تايم. النهاردة هيكون في مهمة قوية، مباراة مهمة جدا 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 في الدوري السعودي. وبقول الدوري السعودي يعني بقول نجومنا، نجومنا اللي مشرفينا في كل مكان، هيكون أحمد حجازي وطارق حامد في مواجهة كريستيانو رونالدو. النهارده مباراة قوية ما بين اتحاد جدة السعودي والنصر السعودي الساعة 7:30 مساء ضمن منافسات الجولة 20 في الدوري السعودي. بتعتبر المواجهة هامة للمصريين، هيصطدم الثنائي المصري أحمد حجازي طارق حامد
طبعا بيلعبوا في الاتحاد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي في مباراة حسم صدارة الدوري السعودي. لك أن تتخيل مدى أهمية المباراة دي. بيحتل النصر السعودي المركز الأول في الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بيليه نادي الاتحاد في المركز الثاني والوصافة برصيد 44 نقطة. مباراة مصيرية، النصر محتاج للفوز أو التعادل للبقاء في صدارة الدوري، الاتحاد محتاج إن هو يفوز فقط علشان يصعد لصدارة الدوري. بيسعى النصر إن هو يثأر من الاتحاد بعد ما خطف منه لقب كأس السوبر السعودي بالفوز بنتيجة 3-1 في يناير الماضي، وشفنا قد إيه بقى وقتها المباراة دي الكل أشاد بأحمد حجازي وطارق حامد، رجولة رجولة بمعنى الكلمة في أرض الملعب، وكان برضو بيشارك كريستيانو رونالدو في نفس المباراة. بنتمنى لهم كل التوفيق، إن شاء الله دايما نكون بنفخر وبنسعد بيهم وربنا يوفقهم النهاردة إن شاء الله. أروح معاكم لتفاعلكم معايا في سؤال حلقتنا النهاردة في فقرة اللعبة. سؤالي ليكم النهاردة، توقعاتكم لمواجهة الاتحاد والنصر اليوم بالدوري السعودي، منتظركم تتفاعلوا معنا على مدار الحلقة على صفحاتنا الرسمية في آخر الحلقة، بستعرض معاكم أبرز التوقعات. هروح معاكم لموضوع تاني مهم، وهو مشاركة 3 لعيبة مصريين بكرة اليد في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكأس لكرة اليد. النجوم اللي بيشرفونا هم نجوم كرة اليد المصرية، الكابتن أحمد الأحمر في نادي النجمة اللبناني، وكمان النجمة البحريني، وكمان حسن قداح في نفس النادي، وكريم هنداوي في الأهلي. خلونا نقول كده مع بعض تفاصيل البطولة عاملة إزاي. هي بطولة دول مجلس التعاون الخليجي 39 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد، تستضيفها البحرين خلال الفترة من 8 ل 17 مارس. بيشارك في البطولة 8 أندية من دول مجلس التعاون الخليجي، وهم العربي القطري، الكويت، السالمية الكويتي طبعا، النجمة، والأهلي البحريني، وأهلي سداب العماني، والصفاء السعودي، والشرق الإماراتي. تم تقسيم الأندية الثمانية المجموعتين بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يتأهل صاحب المركز الأول والثاني للدور نصف النهائي من البطولة. المجموعة الأولى بتضم العربي القطري، أهلي سداب العماني، السالمية الكويتي، والنجمة البحريني، طبعا هو المستضيف. المجموعة الثانية بتضم الكويت الكويتي، الشرق الإماراتي، الأهلي البحريني، والصفا السعودي. النجمة البحريني أحرز لقب النسخة الأخيرة واللي أقيمت في الكويت العام الماضي بعد فوزه في المباراة النهائية على ضر السعودي بنتيجة 39 مقابل 24. طيب أروح معاكم لمبارح بقى. امبارح ايه اللي حصل؟ امبارح ايه اللي شفناه واستمتعنا بيه؟ امبارح حقق حامل اللقب النادي النجمة البحريني فوز مستحق على السالمية الكويتي في ختام الجولة الأولى من الدور التمهيدي للمجموعة الأولى بنتيجة 27 مقابل 22. مين اللي شارك؟ شارك عندنا نجمنا حسن قداح ونجمنا المصري الدولي الكابتن أحمد الأحمر. الحقيقة أني لما بقول الكابتن أحمد الأحمر بقول وبضم دايما صوتي لنفس الجملة، العمر مجرد رقم. أحمد الأحمر امبارح بيقدر يحقق الفوز بست أهداف وبيتوج في أول مشاركة لي مع الفريق أو فريق النجمة البحريني بلقب رجل المباراة، وبيتوج بعد المباراة مباشرة. بنقول له ألف مليون مبروك، دايما مشرفنا في كل مكان ميسي كرة اليد، دايما بنفخر وبنسعد بانضمام ومشاركاته في كل البطولات سواء إذا كانت الداخل مصر أو حتى اللي خارجها، ودايما بنتشرف إن أبنائنا يكونوا دايما متواجدين وبيشرفونا في كل مكان. مشاهدينا لسه عندنا كلام وحديث مطول مع المحلل الرياضي اللي هيكون معانا بعد الفاصل الأستاذ محمد داوود. بعد الفاصل انتظرونا في صباح أنصار.
يسعد لحضراتكم مرة تانية ولسه بنستكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا. منورنا النهاردة المحلل الرياضي دكتور محمد داوود، بنرحب بيك يا دكتور. صباح الفل عليك. صباح الفل عليكي وعلى كل السادة المستمعين والمشاهدين. دايما بنسعد بوجودك معانا في صباح اون تايم بالتحليل بقى الرياضي، وعايزين نروح معاك كده في بداية التحليل عند ملف مهم جدا وهو مشاركة الأندية المصرية في البطولة الإفريقية، سواء إذا كانت البطولة دي بتتقسم نصين، سواء إذا كانت دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية الإفريقية. هبتدي حديثي معاك بالمباراة المرتقبة الهامة المقبلة إن شاء الله، مواجهة النادي الأهلي مع فريق سان داونز في سان داونز. مباراة مهمة جدا وصعبة ومصيرية وتحدد حاجات كتير جدا بالنسبة للنادي الأهلي في المجموعة. بكل تأكيد مباراة صعبة جدا قدام خصم هو واحد من أفضل الفرق في افريقيا حاليا. فريق سان داونز بيلعب كوره بنفس النمط بتاعه على مدار سنوات، فريق بيلعب بشكل واضح، بيطبق نفس الافكار مهما تغيرت الاسماء اللعيبه، مهما تغير المدربين، فريق عنده منهجيه واضحه في ازاي بيضغط، ازاي بيخرج بالكوره من على الارض، حتى في فكره تسلسل حراس المرمى واعتمادهم على ان هم يجيبوا مدربين يساعدوا حراس المرمى ان هم يخرجوا تقريبا كره قدم حديثه زي اللي بنشوفها باوروبا مع اختلاف الجوده. فهو فريق قوي، فريق صعب جدا، واعتقد ان هنا التحدي الابرز لمارسيل كولر من وقت وصوله للنادي الاهلي ازاي هيتعامل قدام فريق تنافسي بيلعب جيم في وجهة نظري جيم صعب على النادي الاهلي. هل هيفضل متمسك بنفس افكاره ان هو يطبق فكرة الضغط العالي قدام فريق معتاد ان هو يستقبل الضغط العالي؟ كل فرق جنوب افريقيا في الدوري بتلعب جيم مشابه نوعا ما للجيم اللي بيلعبه النادي الاهلي مع اختلاف الجودة طبعا. ففريق معتاد ان هو يستقبل الضغط، يخرج بالكورة على الارض تحت الضغط، بيقدر ان هو يصنع فرص، دايما بيلعب بثلاثية في قلب عمق الملعب. شفنا ازاي في مباراة الذهاب هنا قدروا ان هم يسجلوا هدفين على النادي الاهلي باستغلال اللعيبة دي. فريق مميز جدا، واعتقد ان مارسيل كولر محتاج يكون عنده نوع من المرونة التكتيكية اكتر ان هو يتقبل ان هو يعني فكرة الضغط العالي اللي بيطبقه نوعا ما ان هو يقلل شوية حدته، يستقبل اللعب اكتر، يكون متقبل ان هو هيلعب جيم دفاعي ويلعب على الهجمات المرتده. لان في وجهه نظري مارسيل كولر لو لعب نفس الجيم المعتاد عليه اللي بيطبقه قدام اي حد، اللي طبقه قدام ريال مدريد شخصيا ان هو يطلع للضغط العالي، اعتقد ان الجيم اكيد الاهلي ممكن يكون عنده فرصه في التسجيل، لكن في نفس الوقت هيكون عنده فريق سان داونز فرص هو كمان في التسجيل، واعتقد ان ده مش الجيم اللي الاهلي محتاجه حاليا. فاتمنى ان مارسيل كولر يكون نوعا ما في مرونه اكتر، وعادي انك تخرج بره ارضك في افريقيا تستقبل اللعب وتلعب جيم الهجمات المرتده والكرات الثابته ويكون عندك فرصك في الفوز. طيب دكتور محمد، لو رحت معاك لطريقه اللعب ورحت معاك ايضا للعيبه اللي ممكن يعتمد عليهم مستر كولر، شفنا انه كولر شبه خلاص مستبعد بعض العناصر منهم وعلى راسهم برونو سافيو. من وجهه نظرك هل ممكن كولر يبقى محتاج برونو سافيو في مباراه زي دي ولا لا؟ في وجهه نظري مع يعني برونو سافيو ما قدمش للنادي الاهلي المردود اللي كان منتظر منه حتى الان، يمكن حتى طبيعه الجيم الاهلي محتاج. لو انا حابه اتوقف معاك عند الجمله دي، ما قدمش للنادي الاهلي المردود المنتظر منه. طيب هو احنا لو اتكلمنا على كام لاعب كان في صفقات جديده للنادي الاهلي والجمهور كان بيهاجمها بشده، وحاليا اذ فجاه تحول الموضوع 180 درجه، بقت الصفقات دي بتقدم اوراق اعتمادها وحتى لو باثر رجعي او بتاخر شديد. برونو سافيو شارك في كام مباراه علشان نقدر ان احنا نحكم على انه قدم ده ولا لا؟ بمعنى ان انا لو عملت مقارنه ما بين برونو سافيو وما بين بيرسي تاو هلاقي اعتقد ان الامور مشابهه تماما. بيرسي تاو من اول ما انضم للنادي الاهلي وهو ما كانش قدم اوراق اعتماده، اصابات متتاليه، كان كل الجمهور بيقول انه لا يليق بمستوى النادي الاهلي، لحد ما جه مستر كولر رجعه المستوى، قدر ان هو يشاركه بشكل صحيح، فقدر اللاعب ان هو يكون زي ما بنقول كده مثمر او ليه اداء في الملعب. فاعتقد انه في بعض الصفقات بتحتاج وقت. طيب لو بنبص على الكيس بتاعت دخول من وقت دخول اللعيبه للنادي الاهلي حتى الان، ممكن نكون متفقين في نفس الفكره ان اللعيب ما اخدش فرص كبيره في مقابل برضو نفس الفكره عند بيرسي تاو. لكن لو بنبص خطوه ورا ونشوف مسيره الاثنين لعيبه واللي قدموه في الكوره وامكانياتهم هنلاقي القصه مختلفه تماما. بيرسي تاو لعيب كبير جدا، صحيح.
لعيب كبير جدا، لعيب لعب في اوروبا، لعيب مميز جدا، قدر ان هو يحقق بلاده. طبعا وقدر يحقق دوري ابطال افريقيا قبل كده مع سان داونز. صحيح. حضوره في بلجيكا كان كبير، لعبه في دوري ابطال اوروبا لعيب مميز جدا، تجربته في انجلترا لعيب عنده كم من الخبرات كبير جدا، لعيب مميز فرديا على المستوى الفردي وعلى المستوى التقني مميز جدا. كل مشكله بيرسي تو كانت الاصابات المتكرره، اللي كل ما اللاعب بيحاول يمسك فورمه تجي له اصابه، اصابات متكرره كتير جدا، هي كانت العائق ان بيرسي تاو يظهر بالمستوى المطلوب مع النادي الاهلي. لكن انا شايف ان القصه مختلفه تماما عند برونو سافيو. القصه كمان مش بس في المستوى، لكن في التمركز او المكان اللي مطلوب ان برونو سافيو يلعب فيه. يعني الاهلي تعاقد مع برونو سافيو عشان يلعب في مكان ايه؟ ده سؤال مهم جدا. هل كان الشق المطلوب من برونو سافيو ان هو يلعب كمهاجم؟ هل الاهلي تعاقد مع برونو سافيو عشان يلعب كمهاجم؟ انا شايف ان لو كان القرار بالتعاقد مع برونو سافيو عشان يلعب كمهاجم ده كان خطأ كبير. يعني برونو سافيو كمهاجم الميزة الوحيدة اللي موجودة عنده هو قدرته على الفوز بالصراعات الهوائية أو استقبال العرضيات داخل منطقة الجزاء، لكن فيما عدا ذلك ما عندوش مقومات المهاجم اللي الأهلي محتاجه. لو كان تعاقد الأهلي مع برونو سافيو عشان يلعب في مركز صناعة اللعب أو بيلعب في قلب الملعب في رقم 10، وإن كان الأهلي يعني مع تغيير الجهاز الفني من بعد موسيماني ما بقاش بيلعب رقم 10، لكن لو حتى كانت دي الفكرة، أنا شايف إن برضه مقومات برونو سافيو ما كانتش أفضل شيء إنها تقوم بالدور ده على مستوى الجناح، وما عندوش السرعه. يمكن المكان الوحيد اللي كان يليق ببرونو سافيو ان هو يلعب فيه مع النادي الاهلي ان هو لو الاهلي بيلعب باثنين مهاجمين وهيكون المهاجم الثاني تحت مهاجم صريح، مهاجم محطه، مهاجم جوه البوكس وهو يكون بيكمل من وراه، ده المكان اللي الاهلي كان يقدر يستفاد بيه من برونو سافيو. لكن لو هتحطه على الجناح هو ما عندوش السرعه وما عندوش المهارات الفرديه، لو هتحطه جوه البوكس هو لعيب زي ما قلنا الشيء الوحيد المميز فيه ان هو بسبب طوله بيقدر يفوز بالكرات العرضيه والسرعات الهوائيه. فاعتقد ان قصه برونو سافيو مختلفه عن بيرسي تاو لما نبدا نشوف الاثنين قبل ما ينضموا للاهلي كانوا بيقدموا ايه. هايل. طيب لو رحت معاك لتفاصيل كتيرة، ولكن استأذنك فاصل مشاهدينا فاصل قصير ونرجع سريعا مع دكتور محمد داود المحلل الرياضي اللي منورنا النهاردة في صباح اون تايم. انتظرونا. عودة لحضراتكم مرة تانية، لسه مستكمل حوارنا مع المحلل الرياضي اللي منورنا النهاردة الدكتور محمد داود. عودة ليك يا دكتور مرة تانية. طيب عايزة أروح معاك لمباراة مهمة تانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ونخرج من النادي الأهلي ومواجهة مرتقبة أمام فريق سان داونز لنادي الزمالك، وبعد الأداء الرائع الممتع للعيبة بصراحة كانوا على قدر المسؤولية أمام فريق الترجي التونسي، اروح للمواجهه المهمه اللي هتحسم الامور وهي مواجهه شباب بلوزداد. شايف نادي الزمالك هيكون قادر ان هو يقدم نفس الاداء اللي شفناه امام الترجي التونسي؟ هي مباراة كل شيء بالنسبة لنادي الزمالك، يمكن كمان الزمالك في بطولة الدوري بيبعد أكتر عن المنافسة، فالأمل بالنسبة لنادي الزمالك في المنافسة على أي شيء كبير خلال الموسم الحالي متعلق بأمله في بطولة أفريقيا بعد الفوز اللي حققه قدام الترجي إن هو يقدر يحقق نتيجة إيجابية أو الفوز تحديدا قدام شباب بلوزداد. خلينا نتكلم إن الزمالك لو لعبته عندها الحافز للفوز، لو لعبته بتلعب على الفوز، لو الزمالك عنده تركيز، اعتقد ان الزمالك بكل تاكيد فريق شباب بلوزداد فريق جيد جدا، لكن الزمالك يقدر ان هو يعود بنتيجه ايجابيه من مباراه شباب بلوزداد. لكن المباراه محتاجه انها تتلعب بحذر كبير جدا، فريق هجومي مميز جدا عنده عناصر مميزه. احنا كنا بنتكلم ان الفريق بتاع منتخب الجزائر اللي وصل لنهائي بطوله افريقيا للمحليين واللي كانت مقامه على ارضه وانتهت بفوز السنغال، الفريق الاساسي لمنتخب الجزائر كان بيضم 7 لعيبه من فريق شباب بلوزداد، فهو لعيب بيضم لعيبه كبيره جدا وحماله بخبرات كبيره جدا مع منتخب المحليين في الجزائر. لكن في نفس الوقت الزمالك عنده من العناصر اللي تقدر تساعده ان هو يحقق نتيجه ايجابيه، وشفنا قبل كده الزمالك قدر ان هو يخرج بنتيجه ايجابيه من الجزائر في دوري ابطال افريقيا من موسمين. فاعتقد ان الزمالك لعيبته تقدر، لكن محتاج ان هو يلعب الجيم بحذر، يعرف امتى يهاجم ويعرف امتى يدافع، ما ينساقش وراء ان هو عايز يكسب وينسى او يسيب مساحات كبيره لفريق شباب بلوزداد ممكن يعاقبوا عليها خلال اللقاء. مع ولا ضد المقوله اللي بتقول انه فكره انه يكون في سرعه في الاحتفال وسرعه بالاشاده بلاعيبه نادي الزمالك سواء كان ايا كان العناصر اللي تالقت المباراه الاخيره، شايف ان هيكون في نوع من انواع السرعه لانه ده بيأثر بطريقه سلبيه على اداء اللعيبه بعد كده، مع ولا ضد المقوله دي؟
اعتقد ان الجمهور دايما من حقه يتصرف بالشكل اللي هو عايزه، لكن لو اللعيبه اخذوا الاجواء الايجابيه دي بشكل سلبي فاعتقد ان اللوم، كل اللوم هيكون على اللعيبه انفسهم، ان هم بيقدموا مستويات خلينا نتفق مستويات سيئه جدا، وكان شطليق بمكانه نادي الزمالك سواء على بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا خلال كل الفتره السابقه، فكونهم ان هم حققوا نتيجه ايجابيه او فوز كان كبير قدام الترجي في المباراه السابقه، فده يخلي اللعيبه يكون عندهم نوع من الهدوء اكتر، وهنا بتكلم على الهدوء السلبي ان هم يعني عزيمتهم تكون فتره اكتر، او ان هم يحسوا ان هم قدموا شيء. لا اعتقد انا يعني ما اقدرش الوم اي حد كان بيشيد باداء الزمالك بعد اللقاء، لكن اللوم كل اللوم هيكون على اللعيبه نفسهم اللي هم لحد دلوقتي خلال الموسم هم قدموش اي شيء للنادي الزمالك. هو كل اللي حصل ان بعد فوز الترجي الزمالك بقى عنده بصيص من الامل في الموسم ان هو يقدر يحقق شيء كبير. فاعتقد ان لو ده حصل فهيكون لوم كبير جدا على لعيبه الزمالك مش على اي حد تاني. اسالك على اربع لعيبه من ابرز اللعيبه اللي في كلام وجدل عليهم، سواء اذا كانوا تالقوا او ابتدوا ان هم يعني يروحوا المستوى جيد. اتكلم معاك عن مصطفى شلبي، عن سيف الدين الجزيري، اتكلم معاك عن زيزو وعن سيف فاروق جعفر. طيب خلينا نبدا بسيف فاروق جعفر لانه الحدث الاهم في الزمالك حاليا في نص الملعب. سيف فاروق جعفر يمكن بنتكلم ان هو بدنيا وفي الارتداد الدفاعي لسه محتاج شغل اكتر، كان على مستوى جوده الكره اللي بيقدمها سيف فاروق جعفر شيء كبير جدا بالنسبه لنادي الزمالك، خاصه ان نادي الزمالك افتقد في نص الملعب خروج امام عاشور، وده كان شيء او حدث كبير جدا بالنسبه لنادي الزمالك في الظروف اللي كان بيمر فيها، فان الزمالك يجد سريع اللعيب يقدر يقدم له الاضافه في نص الملعب. شفناه في المباراه بتاعه الترجي الهدف الاول والضغط الفردي او اللي اخده كان هو سبب الهدف من بدايه الضغط، مش حتى بس تسجيله للهدف، شيء كبير بيقدمه سيف فاروق جعفر بالنسبه لنادي الزمالك، وده كان شيء مفتقده الزمالك على مدار الموسم الحالي، ما عندوش لعيب في نص الملعب كرييتور او لعيب يقدر يقف على الكوره ويساعد الفريق في عمليه بناء الهجمه وصناعه اللعب، فده حدث كان مهم جدا بالنسبه لنادي الزمالك. زيزو دائما حتى وهو بيقدم اسوأ مستوياته الفرديه قادر ينتج، وده شيء انا بشوف ده جزء من قيمه زيزو بالنسبه لي، انه لعيب حتى وهو مش بيقدم افضل مستوياته الفرديه، واحنا بنتكلم ان زيزو خلال الموسم الحالي مش بيقدم ابدا موسم مشابه للموسم الماضي، بالعكس اوقات كتير كان داخل الملعب كان بيكون عنده بعض القرارات الخاطئه مش بيقدم اللي الزمالك محتاجه. ايه اللي حرك زيزو المباراه دي في الاداء بطريقه مختلفه عن الاداء اللي قبله؟ بمعنى كان دايما في شيء بينقص زيزو، هل مش لاقي حد يخدمه او يخدم عليه؟ ايه اللي شفناه مختلف في ارض الملعب ساعد زيزو ان هو يخرج بالشكل ده؟ اعتقد هي الجمله اللي انت قلتيها فرح، دايما زيزو مع الزمالك خلال الموسم الحالي كان هو اللاعب اللي مطلوب منه ينزل في الثلث الاوسط او ينزل في نص الملعب عشان ياخد الكره عشان يطلع الفريق عليه، وانا دايما بشوف ان زيزو مش مناسب للادوار دي. زيزو لعيب في الثلث الاخير من الملعب عنده فاعليه وعنده انتاجيه، لو اتطلب منه ان هو اللي ينزل في نص الملعب ويستلم الكوره ويلعب الفريق كوره بالمصطلح الدارج بالنسبة لنا، زيزو مش مناسب للأدوار دي. زيزو لعيب دايركت بيلعب على الجول بشكل مباشر، سواء هيعمل فنت ويشوط أو هيلعب الكروس أو هيكمل جوه منطقة الجزاء، هو لعيب مباشر على الجول. في الثلث الأوسط لما كان بنشوف على مدار الموسم كان بيطلب من هو اللي ينزل ويطلع الفريق بالكرة، كان بيجد صعوبة ومعاناة لأنه كمان هو جاي من لعيب خط أكتر، فكمان دايما بيكون في جزء أو في ثلث أو في نص من الملعب هو مش شايف، هو بيبقى على يمينه دايما الخط فمش مهتم بيه. لما تنزل تلعب في نص الملعب وأنت محتاج تشوف ابعاد الملعب بشكل كامل، سرعته في القرار وكمان حاله الفريق ما كانتش مساعداه، يمكن بدا يظهر نوع من التحسن في مستوى زيزو لما بقى موجود وراه حد زي سيف فاروق جعفر، هو اللي بيقوم بالعبء ده، هو اللي بياخد الكره، هو اللي بيوصل زيزو لثلث الملعب الاخير عشان يبدا يقوم بشغله مع زيزو. سريعا جدا قول لي مصطفى شلبي رايك فيه. انا شايف ان مصطفى شلبي في الفتره الاخيره بيحاول يجيب فورمه، بيحاول يتحسن مع نادي الزمالك افضل، هو في موقف واحد على واحد، يعني يمكن دي واحده من مميزات مصطفى شلبي، هو في واحد على واحد بيقدر يتعامل بشكل كويس جدا، واعتقد ان الزمالك محتاج يشتغل على الميزه اللي موجوده عند مصطفى شلبي، يحضر اللعب في ناحيه وينقل الكوره مصطفى شلبي عشان يعمل الواحد على واحد ويقدر يصنع خطوره للزمالك. دكتور محمد نورتنا، شكرا جزيلا لوجودك معانا، ودايما بنسعد بارائك التحليليه، وبنتمنى كل التوفيق يا رب باذن الله لكل انديتنا المصريه في البطولات الافريقيه. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا، بيتجدد لقائنا دائما عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس، شوف حضراتكم باذن الله وحلقه جديده من صباح اون تايم. يومكم خير وسعادة وفرح.